ولتنظيم شرائح السيناريو يمكن اختيار الشريحة المراد تغيير مكانها ثم سحبها ووضعها في المكان الذي نريده كما نرى. ولإضافة شريحة جديدة نضغط New Slide ثم نختار نوعية الشريحة هل هي أسئلة أو تمبلت معين أو Basically Out ثم نختار ما نريده ثم نضغط Insert فنجد إضافة الشريحة. ولإضافة مشهد نضغط New Scene سنجد أنه تم وضع مشهد جديد مختلف عن المشهد الذي تم إنشاؤه